الشركات تجاه هذه المطالب مباشرة. نذهب إليكم مع سيد رامي الحضور نقيب فني الأشعة والتصوير الفلسطينية. أسعد صباحا سيد رامي. صباح الخير إليك أختي وإلى كل المواطنين في فلسطين، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا وأنت بخير. وربما هنا نتحدث عن المستجدات، وسؤال ما المستجدات المتعلقة ومطالب النقابة إضافة إلى الاستجابة، يعني هل حتى هذه اللحظة لم تصلوا إلى بصيص أمل في موضوع الاستجابة لمطالبكم؟ نعم، نتحدث بداية عن المطالب التي طالبت بها نقابة فنية الأشعة والتصوير الطبي الفلسطينية، وهي مطالب قديمة جديدة، ولكن هذه المرة وقع على هذه المطالب وعلى أبرزها زيادة أعداد الكوادر في القطاع الصحي الحكومي، وخاصة على أجهزة الرنين المغناطيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومعاناة المرضى في المشافي الحكومية، وخاصة في الأشعة والتصوير الطبي، وكذلك السماح لنا كفنيين أشعة بالعمل على أجهزة التصوير التلفزيوني أيضا لنفس هذا الغرض، وهو إنهاء معاناة المريض الفلسطيني، والسماح لنا أيضا بترخيص مراكز للأشعة أسبقا بالمهن الأخرى. فلا يعقل أن يدرس فني الأشعة 4 سنوات وهنالك مهن 4 سنوات يسمح لهذه المهن بافتتاح مراكز أشعة، ونحن في نمنع من هذه الميزة، لأن طلبنا بتعديل بند في نظام الترخيص الفلسطيني، ووافقت وزارة الصحة على هذا التعديل، وبالفعل عدلت هذا النظام، ولكن للأسف الشديد كنا ننتظر التنفيذ، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تنفيذ أو أي بصيص أمل في هذه المواضيع المهمة. والمواضيع الأخرى التي نطالب بها هي حقوق لنا كقانون التقاعد المبكر، اللي هو في الأساس موجود، يعني هذا القانون موجود في العام 2004 ولكن بحاجة إلى تفعيل. هنالك أيضا ضبط على المخاطرة في التقاعد، وهنالك أيضا حقوق إدارية بسيطة جدا وقعت عليها وزارة الصحة الفلسطينية في 8/10/2019، ولكن حتى هذه اللحظة للأسف الشديد لم يتم التنفيذ. طب يعني سيد رامي، في ظل عدم التنفيذ والتأخر ربما، ولا ندري ما الأسباب أو المبررات بالنسبة للحكومة الفلسطينية، ولكن يعني أنتم ماذا أنتم فاعلون تجاه هذا التأخير أو عدم الاستجابة حتى هذه اللحظة؟ يعني هل بالفعل سيكون هنالك استمرار بإجراءات يعني ربما الإضراب أو التصعيد في العمل في أقسام الأشعة في مختلف مرافق الوزارة أم ماذا؟ هنالك تحركات على مستوى الحكومة الفلسطينية لاحتواء هذه الأزمة، ونأمل أن تسفر هذه التحركات خلال اليوم وغدا عن نتائج ترضي كل الأطراف وتنهي معاناة المريض الفلسطيني. الكل حقيقة تدخل في هذه الأزمة، بعض من وزراء الحكومة، من الفصائل، من وجهاء العشائر، من النقابات الأخرى التي يمكن لها كل الاحترام والتقدير، هنالك أيضا مدراء عامين في وزارة الصحة الفلسطينية تدخلوا عند معالي وزيرة الصحة من أجل توقيع هذه المطالب واحتواء هذه الأزمة. صراحة هذه الأزمة الآن بدأت تأخذ منحى جديد، المريض الفلسطيني بدأ يعاني كثيرا نتيجة لهذه الأزمة، ولكن حقوقنا أيضا هي أولوية لكل فني أشعة وتصوير طبي في فلسطين. أختي العزيزة، إن كل المطالب التي وقعت عليها وزارة الصحة قامت بدراستها من الناحية القانونية من خلال المستشارة القانونية لوزارة الصحة الأخت أروى التميمي، ومن خلال 3 مدراء عامين في وزارة الصحة الفلسطينية، وأقروا بأن هذه المطالب لا تتعارض مع النظام أو القانون الفلسطيني. نعم. فلماذا لا يتم التنفيذ؟ أوجه رسالة إلى معالي وزارة الصحة، نقول لها أنت أم للجميع.
وأننا نطالب بالمساواة والعدل، لا نطالب بأي شيء. طب يعني سيد رامي، نعم سيد رامي، وعفوا على المقاطعة، بخصوص الإجراءات والتحركات حتى نوضح الصورة أكثر بالنسبة للسادة المستمعين والمستمعات، هل ستكون في ذات الوتيرة في مختلف المحافظات وستكون مجتمعة على ذات الهدف على ذات الرسالة، أم هنالك يعني مشاركات لمحافظات دون الأخرى في موضوع الإجراءات والتحركات بخصوص لربما التعبير عن هذا الرفض لعدم استجابة الحكومة لمطالبكم حتى اللحظة؟ هنالك في مرافق وزارة الصحة 43 مركز أشعة وتابع للقطاعين اللي هو الإدارة العامة للمستشفيات والصحة، اللي معرقلين للعمل 42 مركز، فقط مستشفى ثابت هي من تخالف القرار النقابة كعادتها، يعني هذه ليس بجديد على قسم الأشعة في هذه المؤسسة الطبية والصرح الطبي الكبير، ولكننا لا نجبر أحد أيضا على المشاركة في هذه العرقلة، كل فني أشعة يعلم مصلحته ويعلم الأهداف التي نسعى من أجل تحقيقها وهي مطالبنا فقط، لا نريد إلا مطالبنا فقط. قلت لك إن عدد فني الأشعة في وزارة الصحة 236 فني، المعرقلين للعمل والمشاركين في الخطوات الاحتجاجية 227 فني، أنت تتحدث عن أكثر من 90% مشاركين، فقط مستشفى ثابت هي التي كعادتها تحدث عن قسم الأشعة تخالف أي قرار للنقابة. إذن يعني نتمنى بصراحة أن يكون هنالك حضور للنقاشات الفاعلة على طاولة الحوار. أشكرك جزيل الشكر السيد رامي لحضور نقيب فني الأشعة والتصوير الفلسطينية على هذه المداخلة. نواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم أينما كنتم.